حاجة تاني برضو سؤال حضرتك الرائع جدا، احنا مرتبط في اذهاننا نفسيا الصيف بالايس كريم، ايوه بالمياه الغازية الجيلي، بالظبط، وعيب قوي ان يجي الصيف ويعدي وما اجيبش الذرة اقعد اكل ايوه اتنين تلاتة اربعة وانا طبعا قاعد معنا بالسلة. طبعا التسالي بقى ومنتجات المقلة، وحدث ولا حرج، اقوم وانفض من حجري شوية قشر لب كده كده. يعني عايز اقول لحضرتك هي دي، كل ده ممنوع ولا كميات بسيطة؟ شوف انا اقول لحضرتك حاجة، طبعا كميات بسيطة جدا مفيش مشكلة، لان اوكي كل زي ما في سلبيات في في ايجابيات، ايجابيات. ولكن لابد ان ما انساش تاريخ ميلادي، انا مين، سني ايه، معلش كلام يحزن ما جراش حاجة. لا لا انا تأثرت، اراني تأثرت. لا لا لا، وانتوا صغيرين يا فندم، امال اللي زي حالاتنا. المهم حركتي نشاطي وهكذا، هي اوكي دي النقطة. وخلينا بوجه عام نقول لبعضينا ونفكر نفسنا ان علشان احصل على صحة جيدة لابد ان انا اراعي شوية اعتبارات بسيطة. نمرة واحد، ماليش دعوة بكل ما هو سابق التصنيع لان دي اوكي مشاكله كتير، اكل او شرب. نمرة اتنين، اعتمد على كل ما هو طبيعي. نمرة ثلاثة، هعمل ايه مش اجيب ايه، اشغل المطبخ اللي في بيتنا اللي انا صارف عليه 100,000 جنيه ده، اشغله مش اجيب ايه ديليفري. تيك ودي اواي. نقطة مهمة جدا. النقطة اللي بعد كده هو اراعي التوازنية في كل شيء. النقطة اللي بعد كده اظبط مواعيدي مع الشمس. النقطة اللي بعد كده يكون في شوية نشاط شوية حركة عشان اقدر اقول انا بحيا صح. هي عوامل مع بعض عشان احصل للصحه. انما المفهوم الرائج اللي سائد عند الناس واللي حضرتك كان اول اسئله حضرتك تفضلت بيها، الناس بيقولوا، الناس بتعمل، الناس مقتنعه، الناس بكذا، المفهوم اللي سائد عند الناس ان اخد ايه يعمل لي ايه. مفيش كده، مفيش كده، اوكي هي مجموعه عوامل. انا عايز اسال سؤال اتفضلي دايما يا